في هذا الفيديو راح تتعلم خطوة بخطوة كيفاش تشتري من الموقع العالمي علي اكسبريس بأرخص سعر ممكن وبالهاتف فقط. تابع الفيديو الأخير لأنه راح يفيدك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني في قناة أرس تيليكوم. وكما نعرفوا في كل سنة علي اكسبريس تقوم بتخفيضات كبيرة على أقوى المنتجات، وهذا اللي خلي إقبال كبير على المشترين في هذه الفترة وخاصة نحن الجزائريين. الآن جاء الوقت اللي تتعلم فيه أنت أيضا كيفاش تشري من موقع علي اكسبريس وتستغل هذه التخفيضات. في الشرح تاعنا راح نحتاجوا بطاقة بنكية باش ندفعوا سعر المنتجات اللي حنشروها من علي اكسبريس. حنا راح نستعملوا أحسن وأمن بطاقة فيزا الجزائريين حاليا، وهي بطاقة وايز. تبع خطوات فتح حساب وايز في هذا الفيديو ويلا نبداو في الشرح. الحاجة الأولى اللي نبداو بها هي تحميل تطبيق علي اكسبريس. قم بتحميل تطبيق علي اكسبريس من أب ستور ولا بلاي ستور، ولا مباشرة ادخل في الرابط أسفل الفيديو راح يعمل معك التطبيق. بعد ما تيليشارجي لابليكاسيون ادخل في التطبيق، دير نوتيفاي مي باش يبعثوا لك لي نوتيفيكاسيون، دير كونتينيو وراح تخرج لك واجهة التطبيق. هنا التطبيق خرج لنا باللغة الإنجليزية، تقدر تغير اللغة للغة العربية أو الفرنسية. الآن راح نشوفوا كيفاش نختاروا منتج، كيفاش نختاروا سعر الملائم للمنتج، والحاجة المهمة جدا وهي كيفاش نختاروا البائع الموثوق. بعدها نشوفوا كيفاش نفتحوا حساب في وايز، نديروا معلومات التوصيل، نتبعوا المنتج تاعنا من عند المورد حتى يوصلنا لباب المنزل. وقبل ما نبداو في اختيار المنتج كيما نشوفوا السعر او يخرج لنا بالدينار الجزائري. في حالتي راح نبدل السعر، ندخل في اكاونت، بعدها ندير بارامتر، بعدها ندير كرنسي ولا العملة اللي راني حاب طافي في المنتجات. احنا نبحثو على الاورو لانه راح نخلصو كما قلنا ببطاقة وايز. يعني انت شوف العملة اللي حتخلص بها، ما تشوفش العملة المحلية تاعك. يعني اذا كانت عندك بطاقة شوف العملة تاع البطاقة اللي حتخلص بها. هذه الحاجة الاولى. نعاود نقولو للتطبيق تاعنا قبل ما نبحثو ولا نختارو اي منتج، اول شيء لازم نسجله في التطبيق. هنا عندك طريقتين، يا اما تسجل عن طريق الايميل ولا تسجل عن طريق فيسبوك جوجل ابل ولا تويتر. هنا راح نسجله عن طريق جوجل لانه هي الطريقه السهله. بعدها تختار الايميل اللي راك حاب تفتح به، في حالتنا نختاروا هذا الايميل. ومبروك عليك حساب علي اكسبريس. الخطوه اللي مور التسجيل هي البحث عن المنتج. باش تبحث عن المنتج كاين كثير من الطرق. كاين اللي يفضل انه يبقى يحوس هكا حتى يصيب المنتج اللي راهو يبحث عليه، كاين نوع اخر اللي يفضل المنتجات اللي عليهم تخفيضات وتروح لسوبر ديلز. هنا يخرجون التخفيضات اللي يوصلوا الى اكثر من 50%. هنا تختار المنتج اللي عليه تخفيضات. اذا كان عندك انت منتج راهو في بالك، احنا في حالتنا راح نديرو مثال تطبيقي على منتج، هذا هو المنتج اللي رانا نبحثو عليه. الان باش نختارو ارخص سعر فقط نجول البرايس ولا السعر. هنا فقط كاين ملاحظة ميغرك السعر اللي يكون رخيص لانه يقدر يكون الشحن عالي ولا نوعية المنتج رديئة جدا. هذا بالنسبة للسعر. بالنسبة للبائع كيفاش تختار احسن بائع اللي يكون موثوق وعنده جودة منتج مليحة، هي تجي الاوردر راح تشوف المنتج اللي تباع بزاف. راح نشوفو انه هذا الاول فيه 800 سولد يعني 800 مبيعة، الثاني اكثر من 700 مبيعة، الثالث اكثر من 600 مبيعة، وهكذا. يعني انت تشوف احسن منتج اللي يوالمك واحسن منتج اللي يوالم السعر تاعك. بعدها ندخلو في المنتج الاول على سبيل المثال باش نشوفو هل هذا المنتج يعني كيما راهو في الصورة ولا لا. لا، الحاجة اللي نقدروا نشوفوها هي المبيعات شحال تباعت من خضرة كيما شفنا انه اكثر من 600 مبيعة. ايضا نجو للريفيوز للناس اللي شراو شحال راهم قايمين هذا المنتج. ندخلو نشوفو ايضا في الصور، هذو الصور كيما نشوفو تاع الناس اللي وصلهم هذا المنتج راهو يبان كيما في التطبيق كيما يوصل للزبائن، يعني منتج يبان مليح. الان نختاروا اللون اللي انا حابينه، احنا اخترنا هذا اللون. بعد ما نكملوا نخيروا اللون نختاروا الكميه اللي تناسبنا، بعدها نشوفوا الشحن اللي يناسبنا. ايضا راح يكون فيه عده اختيارات، نديروا مور اوبشنز باش نشوفوا كل اختيارات الشحن كيما نشوف. وهنا كاينه ملاحظه، الى انت شريت منتج ذو قيمه عاليه هنا تختار هذا الشحن، يعني هذا هو احسن شحن للمنتجات ذات القيمة العالية. هنا راح نختاروا الشحن الثاني، بعدها نديروا apply. بعد ما اخترنا المنتج واخترنا سعر المنتج يعني سعره معقول نوعا ما، وشفنا انه البائع موثوق ويرسل الى الزبائن المنتج كما راهو في الصورة يعني مشي مغاير، بعدها دير buy now
وهنا يعطينا كل المعلومات. في الخانة الأولى اللي أنا نشوفه فيها هي معلومات التوصيل. هنا إلى ما كانش عندك معلومات التوصيل دير add new address، بعدها تختار البلد اللي راك فيه، الاسم تاعك الصحيح بطبيعة الحال، رقم الهاتف تاعك أيضا صحيح، مكان الإقامة تاعك، هنا دير رقم المنزل تاعك في الحي تاعك اللي ساكن فيه، الولاية اللي مقيم فيها، هنا البلدية اللي مقيم فيها، وهنا زيب كود تاع البلديه اللي راك مقيم فيها. الا ما عرفتش تدخل لجوجل دير زيب كود باسم بلديه اللي راك مقيم فيها، راح يخرج لك زيب كود، قوم بوضعه هنا، بعدها تضغط على سيف. بعد ما تملأ كل استماره المعلومات تاع التوصيل تاعك، الان نروحوا نشوفوا وسيله الدفع ولا المعلومات اللي راح ندفعوا بها. وكما حكينا في اول فيديو، احنا راح ندفعوا ببطاقه وايز. الا ما عندكش حساب وايز، رانا قمنا بفيديو يشرح كل خطوات فتح حساب وايز من الصفر حتى تتحصل على البطاقه. بعد ما تكمل تفتح حساب سابق في وايز، الان تقوم بوضع البطاقه اللي اعطاها لك بنك وايز. هنا توضع رقم البطاقه كما راهي موضحه، هنا توضع الاسم اللي راهو في البطاقه، بعدها توضع تاريخ انتهاء صلاحيه البطاقه، وبعدها توضع الكود سي في في اللي يجي وراء البطاقه. بعد ما تكمل هذا كامل دير اوكي ولا سيف، وهكا تخرج لك البطاقه تاعك بهذا الشكل. بعدها تختار البطاقه دير كونفيرم، ومبروك عليك معلومات التوصيل زائد معلومات الدفع. هنا كون وصلنا للمرحله قبل الاخيره، وهي الكونفيرماسيون تاع لا كوموند تاعنا. يعني هنا تشوف النوع المنتج لك حابه، الكونتيتي ولا الكميه لك حابها، تقدر تغير فيها الشيبين، يعني تقدر تعاود تغير في الشيبين ولا الشحن. حنا كونفيرميو الى عندنا المبلغ 2.46 اورو في رصيدنا وايز، وهنا نشوفوا باللي عندنا المبلغ. بعدها نختاروا البطاقه اللي رانا حابين نخلصوا بها. كما نعرفوا انه بطاقه وايز تعطي لك العديد من البطاقات، يعني تقدر تكون عندك بطاقه بلاستيكيه، كما تقدر تكون عندك ايضا العديد من البطاقات الافتراضيه. حنا راح نخلصوا بالبطاقه الافتراضيه لوايز. بعدها نضغط على كونفيرم. بعد ما كونفيرمينا كل المعلومات، نضغط على باي ناو ولا شراء الان. ننتظر قليلا، هنا يبعث لنا كونفيرماسيون لبنك وايز، وهكا نكونوا شرينا المنتج تاعنا. وايز بعث لنا ميساج كيما نشوفوا الان انه تم خصم 2.46 اورو من رصيدك في وايز، وهكا نكونوا قمنا بطلب هذا المنتج. في اليوم اللي قوم فيه المورد بشحن هذا المنتج للعنوان اللي عطيناه له، يخرج لنا هذه النافذه كيما هكا، ودير تراك اوردر ولا تتبع المنتج تاعك. كي تكليكي على تتبع المنتج، تخرج لك هذه النافذه، وهنا تشوف المنتج تاعك وين راه واصل، وهل وصل للجزائر ولا مازال. هكا نكون وصلنا لاخر الفيديو. الى عندك اي سؤال تفضل حطه في لي كومونتير، ما تنساش تدعم القناه والاشتراك.